أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، قال الرسول بولس: لا أنا بل نعمة الله التي معي. شكرا لله لأجل نعمته التي تتيح لنا فرصة أن نتكلم بكلام الحق. إحدى الرسائل التي وردت لنا أيضا هي من العراق الحبيب، يقول فيها الكاتب هذه الرسالة: أبونا جناب الفاضل القس زكريا المحترم، منذ البرنامج الأول أحيا في قلبي وروحي أنوارا لا يمكن أن تنطفئ. كنت أتابع البرنامج كل يوم حتى أتشبع بكل كلمة من كلماتك، وبفضل الله وعلمكم السديد قد وجهت الضوء على الأماكن المظلمة والمعتمة، والتي كانت لعقود من السنين لم يعرف المسلمين عنها في جهالة وضلال. وعند قراءتك لآية: فلما قضى موسى الأجل من سورة القصص لم أجد في كتابي انزع عليك إنك في الوادي المقدس طوى. أخونا الفاضل عبد السلام، الآية هاي ذكرت في سورة طه العدد 12، الآية رقم 12، وأغلب ظني أن علماء الشيعة أضافوها لكي يفسرون أن أرض النجف وكربلاء هي الوادي المقدس، ويا لهم التفسير خاطئ وتزوير فاضح. أخذت القراءة في الإنجيل وأصوم في الأسبوع يومين لمدة شهر طالبا وجه الله والحياة الأبدية، وأريد أن أتعمد ولا توجد كنيسة في مدينتي، وفؤادي أن أجعل بيتي مجمع لمحبي المسيح وتعليم كلمة الله. هذا ولكم الشكر والاحترام. عبد السلام من العراق. شكرا أخ عبد السلام. هذه هي صلواتنا أن الجميع يعرفون الحق ويأتوا إلى الإله الواحد الإله الحقيقي. هناك أيضا أسئلة كثيرة، ومنها هذا السؤال برضو أيضا من أحد الأشخاص الذين شاهدوا البرنامج السابقة، يقول أنه ليس لدينا نحن المسلمين سوى مصحف واحد، قرآن واحد، فمن أين أتيت بأنه هناك عدد كبير من المصاحف؟ فهل تقصد أنها نسخ من المصحف الواحد؟ وما هي المراجع الإسلامية التي اعتمدت عليها؟ تفضل. ده سؤال جميل قوي، هو مهم قوي ان انا اجاوب عليه. نعم. فهنا المرجع الاساسي اللي انا رجعت ليه في الحاجات دي كمان الحقيقه، نعم، موجز دائرة المعارف الإسلامية. نعم. شكرا. فموجز دائرة المعارف الإسلامية دي كانت صدرت سنة 1933 أحجام ضخمة. نعم. فتعمل لها موجز سنة 1998، وقدم لهذا الموجز في الجزء الأولاني فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي. نعم. شيخ الأزهر الشريف. فبيقول إن دائرة المعارف الإسلامية التي قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب بنشرها بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري، نعم، تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة. فدي الحقيقة موسوعة رائعة. أنا بشكر ربنا أولا، وبشكر القائمين على هذه الموسوعة دائرة المعارف الإسلامية. وفي مقدمة الناشر بيقول فيها جميل: دائرة المعارف الإسلامية التي نشرت ما بين 13 و 1936 في طبعات 3 بالإنجليزية والألمانية والفرنسية، ما تزال دائرة المعارف الإسلامية حتى يومنا هذا العمل الموسوعي الوحيد المكتمل
عن الإسلام. فالحقيقة رائعة جدا. فأنا في جزء 26 بقى صفحة 8175 بيقول إيه؟ كان النص القرآني الذي اعتمده عثمان بن عفان رضي الله عنه مجرد نص واحد بين نصوص أخرى وجدت خلال القرون الأربعة الأول للهجرة. نعم، يعني ديت دائرة المعارف الإسلامية بتقول أن النص القرآني كان واحد من مجموعة، وأضافت تقول وثمة مصاحف أخرى ارتبطت بعدد من الصحابة يقال أنها انتعشت في الكوفة والبصرة والشام. أي هناك مصاحف أخرى مرتبطة بالصحابة؟ طبعا. نعم، طلب نفس المشاهد أن تذكر له المراجع التي يوجد فيها الحديث عن المصاحف المختلفة، فهل يمكن أن تذكرها له؟ أهم مرجع يعني إحنا بنذكره هو دائرة المعارف الإسلامية. نعم، ودي 33 مجلد كاملة من إيه؟ من ألف للياء. نعم، وفي طبعا كتب أخرى موجودة بتتكلم عن الاختلافات بتاعت يعني مثلا زي النحاس أبو جعفر النحاس والسيوطي الإتقان في علوم القرآن ومراجع كثيرة ممكن الإنسان. نعم، بس أنا برشح دائرة المعارف الإسلامية. نعم، سهلة ووصول إليها مظبوط ومتوفرة في الأسواق. تمام كده. نعم، أوكي. بقول كمان اللي قريته المراجع المختلفة، تتحدث المراجع والمصادر عن قراءات مختلفة تتحدث عن اختلاف المصابح اختلاف المصاحف. فقد عد ابن النديم، ده هنا اللي بتقوله دائرة المعارف الإسلامية. نعم، عد ابن النديم عناوين 11 عملا في هذا المجال اللي هو اختلاف المصاحف. نعم، زي ايه؟ اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق. مين مؤلف الكتاب ده؟ ابن عامر اليحصبي المتوفي سنة 118 هجرية. وكتاب اختلاف المصاحف مصاحف أهل المدينة والكوفة وأهل البصرة للكسائي، وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف لأبي زكريا الفراء، وكتاب اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني، بالإضافة إلى 3 كتب تحمل جميعا اسم المصاحف. نعم، أشهرها السجستاني أبو داود السجستاني وابن الأنباري والأصفهاني وابن خلوي. ترى ماذا قالت هذه المراجع عن الاختلافات بين المصاحف؟ الحقيقة المرجع الأولاني بتاع دائرة المعارف الإسلامية في صفحة 8176 العمود الثاني. نعم، بتقول إن الكتاب الموجز المسمى المصاحف الذي ألفه ابن أبي داود المحدث الشهير، لأن ده صاحب حديث الصحيح بتاع السجستاني أبي داود، قال كده: ويضم هذا البحث بضعة آلاف اختلاف جمعها المؤلف، بضعة آلاف اختلاف في نصوص القرآن. ترى أين هذه الاختلافات؟ نحن نعرف أنه يوجد قرآن واحد، قرآن واحد، لكن الحقيقة في قرآنات متعددة موجودة ومصاحف متعددة. أنت ذكرت لي أنك يوجد أكثر من مصحف ووضعت هنا أكثر من مصحف. هل هي هنا موجودة؟ بالتأكيد في. نعم، هنا ده المصحف الأولاني، ده مصحف عثمان، مصحف عثمان، عثمان بن عفان. نعم، وده مصحف قالون، مصحف قالون، قالون مصحف
قالون. نعم. مصحف قالون ده مكتوب عنه هنا في التعريف بالمصحف ده، فبيقول كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية أبي موسى عيسى ابن مينا الملقب بقالون، وده عن أبي ابن كعب. هل يوجد أي اختلاف بين هذا المصحف والمصحف الآخر الذي في يدك أيضا؟ طبعا في اختلافات كتير، في اختلافات في الهجاية. نعم. وفي اختلافات في الإعراب. نعم. وفي المصحف الثالث ده ورش، ده مصحف ورش برضو مكتوب عنه رواية ورش لقراءة الإمام نافع المدني، تأسيس على النسخة المأذونة أصلا بها الشامية برواية حفص عن عاصم. الغريب اللي هنا مكتوب فيه في القرآن يقول لك إيه، وحصل اتفاق بدمشق على أن تمنح الأخيرة اللي هي الدار الشامية المعارف الحق في تعديل النصوص القرآنية في المخطوطة المكتوبة أصلا برواية حفص. أنا تعلمت تعديل إنه النصوص القرآنية. من يقول هذا الكلام؟ ده ناشري الدار الشامية المعارف بدمشق. نعم. تعديل النصوص القرآنية في المخطوطة. يعني في تغييرات بتتم في المصاحف بالتأكيد. أنا تعلمت وأنا صغير ليس لكلام الله تبديلا. وأنت تقول هناك أكثر من قرآن واحد وهذه ثلاثة كتب قرآنية مختلفة. أي. الحقيقة بتضيف دائرة المعارف الإسلامية أيضا في الجزء 26 صفحة 8180 اختلافات أكثر في نسخ أخرى، إذ تقول هناك اختلافات أخرى في القراءات منسوبة لعدد من مسلمي الجيل الثاني كالأسود ابن يزيد وعلقمة وحطان، وتقول أيضا نسبت اختلافات أكثر لمصاحف أخرى ثانوية. نعم. وكانت أكثر من الاختلافات في المصاحف الأساسية. الطبري بقى المتوفى سنة 311 هجرية. نعم. تكلم عن الاختلافات وقال إن النص القرآني لم يكن ثابتا على أيامه. النص القرآني لم يكن ثابتا على أيامه. فالشاهد أنا اللي عايز أوصل إليه إيه رأي علماء الإسلام في النص القرآني المختلف عليه. نعم. والمصاحف المتعددة. نعم. مصحف عثمان ومصحف ده حوالي 31 مصحف. 31 مصحف، هل هي موجودة ومتداولة في هذا الوقت؟ في منها الموجود والمتداول، وفيه اللي حرقه عثمان ابن عفان. ما دي حقائق معتم عليها. نعم. هل ذكرت دائرة المعارف الإسلامية شيء من التفصيل عن هذه الاختلافات؟ طبعا تأكيد. بتقول دائرة المعارف ان معظم ما تردده المصادر في صفحة 8177 معظم ما تردده المصادر متعلق بالاختلافات بين مصحف ابن مسعود كان في الكوفة ومصحف أبي بن أبي كعب. نعم. كان في الشام، ومصحف أبو موسى الأشعري كان شائعا في البصرة. وذكرت الموسوعة. نعم. ذكرت أن هذه القراءات أو المصاحف بدأت بالفعل زمن النبي. زمن النبي كان في النبي. نعم. عبد الله بن مسعود توفى سنة 33 هجرية. كان رفيقا لرسول الله، بتقول كده دائرة المعارف، سمع 70 صورة مباشرة من النبي، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. ده مصحف عبد الله بن مسعود. مصحف أبي ابن كعب بايع رسول الله واشترك في جمع القرآن على عهد الرسول. يقال أن عبد الله بن مسعود رفض تنفيذ أمر عثمان عن 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 إتلاف المصحف بتاعه. بالتأكيد رفض هذا الأمر وقال هرب إلى، كان موجود في العراق ولم يسلم قرآنه لعثمان بن عفان. نعم. لكي يحرق. أبو موسى الأشعري. نعم.
كان مصحفه مقبولا في البصرة، وطلب من أتباع ده الكلام ده بتاع برضه قائم نعم. لبتاع دائرة المعارف وطلب من أتباعه عند وصول مندوب عثمان ابن عفان ألا يحذفوا من مصحفه شيئا حتى لو لم يجدوه في مصحف عثمان. نعم. طب واللي يجدوه في مصحف عثمان ومش موجود عنده؟ قال لك يضيفوه على اللي عنده. أما ما يجدوه في مصحف عثمان ولم يجدوه في مصحفه فليضيفوه. يقول لك لذا كان مصحف أبي موسى الأشعري ضخما وهو يحتوي على الصورتين الزائدتين في مصحف أبي بالإضافة لآيات أخرى غير موجودة في المصاحف الأخرى. هل ذكرت دائرة المعارف الإسلامية عن عدد المصاحف التي كانت موجودة؟ بالتأكيد في صفحة 8179 تفضل. تذكر عبد الله بن مسعود، مصحف أبي بن كعب، مصحف أبو موسى عبد الله الأشعري. من هؤلاء الذين تعدهم؟ هل هم الكتبة؟ اللي هم عندهم مصاحف من الصحابة. كان عندهم مصاحف كاتبينها. فأدي ثلاثة. وبعدين هناك مصاحف منسوبة إلى الاثني عشر صحابيا، اللي هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مصحف ومصحف الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، وثلاث مصاحف كانوا عند زوجات النبي، واحد عند حفصة بنت عمر، ومصحف عند عائشة بنت أبي بكر، ومصحف عند أم سلمة. يبقى دي 8 مصاحف، وأربعة منها تختلف أهل المدينة المنورة، زيد ابن ثابت وعبد الله بن عباس وأنس ابن مالك، كلها مصاحف، ومصحف عبد الله ابن الزبير ومصحف سالم مولى أبي حذيفة، ومصحف عبد الله ابن عمرو بن العاص أدى 14، ومصحف عبيد ابن عمير الليثي، والسجستاني أبو داود السجستاني أضاف بقى دولت 15 مذكورين في إيه؟ دائرة المعارف الإسلامية. أبو داود قال مصحف عطاء ابن أبي رباح، مصحف عكرمة، مصحف مجاهد، مصحف سعيد ابن جبير، مصحف الأسود ابن يزيد، مصحف محمد ابن أبي موسى شامي، مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي، مصحف صالح ابن كيسان، مصحف طلحة ابن مصرف، مصحف سليمان ابن مهران. يبقى كده 25 مصحف. يا للعجب العجاب. أنت ذكرت 25 مصحف ذكرت في دائرة المعارف الإسلامية والسجستاني. فهل هناك مراجع إسلامية أخرى تتكلم عن المزيد من هذه المصاحف؟ بالتأكيد. التي كانت موجودة. بالتأكيد. نعم. السجستاني أضاف 2 تانيين، مصحف أبو زيد ومصحف معاذ ابن جبل. نعم. بالإضافة بقى إلى الصور التي دونت في عهد محمد على الرقوق والعظم والجلد. بس دي راحت فين؟ لا توجد الآن. ما فيش أي مرجع لا يذكر عنها شيء. في حين أنه لك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. طب راحت فين الرقوق دي؟ تساؤل كبير. وبعدين مصحف أبو بكر الصديق. نعم. ده اللي جمعه يزيد بن ثابت. ومصحف عثمان بن عفان برضو جمعه يزيد بن ثابت. ومصحف الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق اللي غير فيه تماما مصحف عثمان. فدي كلها مصحف. ازاي 31 مصحف؟ انا اتساءل الان معك ايضا، اين ذهبت كل هذه المصاحف؟ راحت فين؟ نعم. في حين ان 500,000 حديث موجود. طب يضيعوا المصاحف ويخلوا الأحاديث. فدي مشكلة. وبعدين تساؤل كبير، طب هو مصحف واحد ولا 31؟ نعم. وبعدين دي مش نسخ، لكن ديت مصاحف مختلفة بعضها عن بعض. أين ذهبت هذه المصاحف؟ تقول دائرة المعارف الإسلامية صفحة 1187 قام عثمان، دي المواصفات العربية الميسرة،
الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال. نعم. بتقول في صفحة 1187. نعم تفضل. قام عثمان ابن عفان بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه. أهو صفحة 1187. بإحراق المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه. عثمان ابن عفان إزاي بس يجوز أنهم يحرقوا هذه المصاحف؟ ما خلوش ليه؟ للناس عشان تشوف بنفسها الاختلافات وتحقق الأمر. هذا يجعلني أنا أن أشك في مصداقية المصحف. ما هي دي القضية اللي احنا بنتمنى من علماء الأزهر يقولوا كلمة يفسروا لاحتراما لعقلية الإنسان في القرن الحادي والعشرين. كيف يبني المسلم إيمانه على غير يقينية المرجع الأساسي بتاعه؟ مش يقيني لما 31 مصحف ما فضلش منهم إلا 3 موجودي قالون وورش في المغرب وعثمان ابن عفان اللي تبنته مصر وزعته على الكل. هذه كلها تساؤلات في الواقع بتفرض نفسها على عقولنا. نعم. وبتطالب بردود. نعم. من العلماء، علماء الأزهر الشريف، يردوا يقولوا للناس يا جماعة الحكاية كده وكده والصح بتاعها كده، فأسئلة تحتاج إلى إجابة. نعم نعم. أعزائي المشاهدين، جناب القمص هنا يطلب من علماء المسلمين أن يجيبوا على هذه الأسئلة، وأنا أيضا بودي أن أستمع إلى إجابات. أين ذهبت هذه المصاحف؟ الآن يوجد أكثر من قرآن واحد، وكل ما كنا نسمعه في السنين الماضية أن الكتاب المقدس الإنجيل محرف، وأن الكتاب الذي بين يديكم ليس هو كتاب الحق. فهل لديكم أدلة على هذه الإدعاءات؟ أنتم نسمع الكثير، أنتم دعاة الصهيونية، أنتم CIA، أنتم كلمات ليس لها طعم. نريد الحق، نحن نبحث عن الحق، ونريد أن نظهر الحق أيضا لجميع الناس. جاء أيضا أحد الأسئلة من المشاهدين يسأل كيف أحصل على الكتاب المقدس، وعندما أحصل على الكتاب المقدس كيف أقرأ في الكتاب المقدس؟ فضل. ده سؤال جميل قوي، والحقيقة سيادتك بتقول لكل المشاهدين ان اللي عايز كتاب مقدس يرسل للبرنامج. نعم. والبرنامج مستعد هو يبعت له كتاب. نعم. وعلاوة على كده اللي بيخش على الكمبيوتر والانترنت بيكتب www.arabicbible.com. نعم. فبيجيله الكتاب المقدس كله على الانترنت، فممكن ان هو يصل اليه. www.arabicbible.com arabicbible.com. تفضل. امين. ازاي بقى الانسان يبتدي يقرا؟ انا نعم. برشح وبنصح ان الانسان يبتدي بالعهد الجديد. نعم. وخاصه اصحاح 5 و6 و7 من انجيل معلمنا متى البشير. دولت عظة المسيح على الجبل. نعم. يعني زي خطاب العرش في كل مبادئ الملكوت. نعم. مبادئ المسيحية، كلام المسيح. نعم. مثلا يقول ايه مثلا حاجات منها، يعني يقول طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. مش الكبرياء. طوبى للحزانة لانهم يتعزون، حزان على خطاياهم، تايب بتبكت. طوبى للودعاء اللطفاء لأنهم يرثون الأرض، الكل يحبوه. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، الناس. نعم. بتجوع للأكل وبتعطش للغذاء. نعم. للمية، لكن ده للبر يشبعون. في مبادئ جميلة جدا في الثلاث إصحاحات دي. أنا بنصح أي إنسان مبتدئ يبتدي بإصحاح 5 و6 و7 من بشارة معلمنا متى في العهد الجديد. نعم.
يقرأ ازاي عشان يستفيد. اهم حاجة يعتبر ان الكلام بتاع الكتاب المقدس جواب خطاب رسالة من الله له شخصيا. نعم. مش ده كلام للناس وده وعظ، لا ده ربنا بيكلمني في الكتاب المقدس. ان ما حطيتش انا نفسي في هذا الوضع انا مش هستفاد حاجة بالكتاب المقدس. لكن انا اقول ان الله بيكلمني انا وبعت لي رسالة شخصية ليا انا وعايز يقول لي ايه، بيشجعني هنا، نعم، بيساعدني هنا، واخد باله مني هنا، بيرعاني هنا، بيحميني هنا، بيعتني بي هنا. ياخد الانسان الكلام لنفسه، وبعد ما ياخد الكلام لنفسه ويتأمل فيه يكلم ربنا بناء عليه، يقول له رب انت قلت كده كده، انا بشكرك على الحتة دي يا رب. انت بترعاني، نعم، انت بتحامي عني، نعم، انت ويايا، انت بتعزيني، انت بتشجعني، قدي بشكرك يا رب. ولما يلاقي مثلا وصية تقول له اعمل كده وخلي كده يقول له انا ضعيف يا رب، طب ساعدني، قويني، اديني قوة عشان اقدر اعمل الحاجات دي يا رب. نعم. انا بمجهودي مش هقدر اعمل حاجة، ساعدني. فيبقى الانسان بياخد ويدي مع ربنا. نعم. بس العملية دي محتاجة الى حاجة، محتاجة الى نعمة من الله. امين. ليه؟ لان الانسان لو ما كانش فيه نعمة من ربنا بقى ويخش في حياة الانسان، الانسان هيحس ان هو بيكلم نفسه او عنده ايحاء. كلمات جميلة جدا، شكرا. لقد ادركنا الوقت. اعزائي المشاهدين، يقول الله: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الله هو قريب لنا جميعا، وهو الصديق الألصق من الأخ. لذلك ينبغي أن نرفع قلوبنا إليه وأن نطلب أن يكون لنا علاقة به، ونبعد عن الخطية ونتوب إليه ونرجع إليه من خلال النعمة التي أعطانا إياها في شخص المسيح نفسه، الذي يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. آمين.